السلام عليكم. الواد اللي ملسلس المشمش ده هيلزق لنا كيف الجراد. من فين فين بيت الكرو؟ فين مستر جيمس كاميرون؟ مش قلت لك يا ما تطلعش بسلاح لا تعمل لنا مصيبه؟ سلاحك اهو يا عم. او ماي جاد، اللي عليه طعميه وبيحط ميه في قلب التانك. الاستاذ حزلقوم هيقول لي جنابك التروسيكل بيجي زين. بس تخبي هو دول كيف الافراخ؟ اشوي بعد ضرب نار. وانا مش مستعد اني ابيع طين وادي الود العبيطه دي فلوس يجيب بيها عسليه. انا ما قدرتش استنى لما يصحى من النوم، انا لازم اطلع على دلول. هو انت ليه محسسني ان امك اللي عوضت من السفر وما هترتاحش الا لما تشوفها؟